مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. وتقول انتظروا الأمر من سيد الشيطان. الشيطان ليس لك سيد، ليس سيدك، هو يخذلك ويذلك ويسجنك ويهينك. عليك أن تعبد الله جل وعلا وحده، نعم السيد ونعم المولى. سمعتي ولا لا؟ يحفظك يرعاك يغفر لك سبحانه وتعالى. وراك يضروني يقولون يطلقني. من يطلق شلوه؟ وغينا فين؟ خارج في المركز؟ خارج البدن؟ مش عيب يعني بشكل ولي صعبي لهم مخمد على جبل في المركز. طيب سأل الله يوفقنا بالخير، سأل الله تعالى يوفقنا بالخير. طيب هيا فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الرفقة الطيبة الصالحة التي تنفعنا في الدنيا والآخرة. بسم الله تبطل كل عين حاسدة سكنت الصدر. بسم الله تضفر حرارة العين والحسد في الصدر. بسم الله تضفر حرارة الحاسدات في الصدر. بسم الله تضفر حرارة الحاسدات في الصدر. بسم الله تبطل كل عين ونظرة في الصدر. بسم الله يبطل كل حسد في الصدر. أقسمت بالله، حلفتي بالله. والله صافي خليني خليني. إيش عندي الوقت؟ لا ما كاينش ما عرفتش. أنا ما عندناش ما عرفتش. أنا نعطيكم قول إلا كانت يسيرة ما عنديش مشكل. طاعة لله. كم الوقت؟ لا بد أن يختفي الألم والمرض. اثنين جوج. كم الوقت؟ أي ألم؟ لا كنت في الرحيم شديد. أتكلم الآن على فقط الصبر. أما الرحيم له خادم خاص والجنون في رأسه وخشيطة خاص. أنا أتكلم الآن على الصبر. هيا. غيرك قوكم تومر. أسمع الله وما يعلم من ربك إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا 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 إلى الله. الوقت هو شحال؟ عطاك وقت مهلة ما عنديش مشكل، طاعة لله، لكن تكون قريبة ويسيرة. ما تقولش لي شهر، ثلاث أسابيع. نعم؟ إلا قلت لي عام تقول لي غيكون بجوج تقطعوا، صدر بجوج حيديهم. صافي؟ يلا. لا تقري مهلة، حنا كنتكلموا الآن عمليين. أعطيني شحال ديال الوقت باش لا ما وفيتيش به أعذر من الله. فهمتي ولا لا؟ أعطيني المهلة وغتجلسي. يلا. أعطيني المهلة، شحال أعطيني الوقت ديال المهلة غنعطيك. شحال شحال؟ ها؟ أسبوع. واو. أسبوع كافي جدا. تحاولي؟ لا ما كاينش نحاول. أنت تقدري بإذن الله. أسبوع. طيب. هيا. سوداء حاسدة بحسب ابنتي العمة والعمة صح في الصدر سمت في الورى سكنت سبع سنوات ثمان سنوات سكنت في الجمل تسببت في ورف الفك وكانت عليه جراحة وسمت في جراحة في الأصابع التسعة في يدي وتسببت كذلك في ماذا؟ في الورم في الصدر. ها؟ الآن كفى ورم كفى جراحة. أعطيتي معه وقلت لمدة أسبوع. إذا تجاوز الأسبوع تم الأسبوع ولم تفي بهذا تقطعين إرادة إرادة. خلاص. الله أكبر من كل شيطان. بلاتي 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 قول لهم يطلقوا
لا لا صافي خلاص انا نتكلم مع الشيطان صافي. لا 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 بغيت انا صافي. سبحان الله اللي ما كتحركش حتى. والله لا عفا هذيك اليد ما كتحركش نهائي كتدخل بقوه لا تتحرك يعني حركه قاداش وفي نفس الوقت ما كتحس كان في هناك من يمسكك سبحان الله. وليس امرأة كما سمع ها؟ معشر الجن أسأل الله جل وعلا أن يكون دوام الستر والعافية والطاعة والبر والصلة. أعطت عهدا طاعة لله جل وعلا أن توقف الورم إن أوفت به فهي على خير وإن لم تفي بذلك الوعد فإن الله جل وعلا شرع لنا أن نأخذ على يد الظالم ولو بالقوة فلله الحمد والمنة العزة لله ولرسوله والمؤمنين فلله الحمد يا رمضي خلاص فضل الله عز وجل يا رجل سرجي مشوفوا مالك مشوفوا مالك كلمة كأنذية الشيطان خلاص.